سيادتك نفس الموقف ده حصل مثيله في ايطاليا في ميلانو، وكان في ديلي والطياره كانت ايرباص فيها تقريبا 240-250 راكب، ومعظمهم يمكن 70-80 طفل تشايل، عائلات عودت بقى ايه الصيف. نفس الموقف ده حصل كديلي، فانا فتحت الفاتوره فلقيت ان انا مش هينفع اقدم وجبات للاطفال بخمسة وستة يورو، ومش هينفع حضرتك اقدم لهم يعني ايه حاجة اقل من ساندويتش. فاستشرت بعض الركاب قالوا يا ريت حتة بيتزا كفاية لاولادنا، حتة بيتزا ربع بيتزا بيورو ونص، مفيش داعي تعمل وجبات يا استاذ وتتأخر وتكلف شركتك. انا الحقيقة انبسطت من هذا المقترح، بس لقيت سيادتك ان في بعض الاطفال لما دخلوا الكافيتيريا او المطعم في المطار عايزين ايس كريم، ولقيت الايس كريم بسعر رمزي جدا، فرمت فاتح الفاتوره بيتزا وايس كريم وسندوتشات ووجبات. الفاتوره عملت تقريبا 70% من التكلفه المتوقعه والمفروض ندفعها، ورغم ان المالي عرف كده والمفروض يشكرني ان انا وفرت 30% في فاتورة ضخمة للديلي، لقيتهم بيهجموا ايه ده فاتورة المانيوال بيقول لك ايس كريم وبيتزا هتخرب بيتنا. استغفر الله العظيم استغفر الله. لكن للامانة وقتها كان المدير الاقليمي الاستاذ الفاضل المحترم حبيبي وصديقي قال لهم اللي عملوا ده صح، الكلام ده محترم جدا، وانا اللي هعتمد الفاتورة قبل المدير المالي، وشكرني ان انا ارضيت الركاب ووفرت اكتر من 30% من فاتورة الديلي، وما جالوش كومبلين من اي حد بالاهمال. هو الحقيقة الامور لما بتصعد للقيادات اللي بتفهم وتتفهم انما هي بتبقى فيه مشكلة في القيادات الوسطى. نعم. اللي هو يبص يلاقي قدامه ايه، اديهم سندويتش اديته بيبسي بنص الثمن ماليش دعوه. لا 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 هو سندويتش محدش قال لك ما تيجي. لم يرد نص البيبسي. وطبعا يومها حتى لو جه كومبلين من الركاب ضد الشركه عمرهم ما هيقولوا سوء معامله من الفريق الارضي كمدير محطه او علاقات عامه، عمرهم ما هيقولوا كان في تجاهل من مدير المحطه، عمرهم ما هيقولوا حضرتك ما لقيناش حد يهتم بينا يراعينا يقف معانا يواجه المشكلة، لا لقينا مدير المحطة ومدير الوردية والعلاقات العامة والعمال واقفين معانا لغاية ما خدنا الشنط. إذن ده الدرس اللي انت اديته. هو زي بالظبط زي حضرتك قلت كده. هي فكرة ان في مشاكل هتحصل لازم هتحصل وهتبقى خارج عن ارادتك بالظبط، لكن اعمل اللي في ايدك. نعم. مش قادر تجيب الشنطة لكن تقدر تقدم مية، تقدر تقدم مية سوفت درينكس وتجامل الراكب وكده. دي تجربة مهمة. بس حضرتك قلت برضو على موضوع الشنطة اللي وصلت 1000 حتة ومتقطعة. لا 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 مش كده كده، انا مصر ان القصة دي تدمج مع القصة دي ان شاء الله. هي في بلغوني زملاء في التحميل ان في شنطة وصلت يبدو دخلت في السير، دخلت في جرار متشرطة خالص. يا متبهدلة. يا دوبك يعني انت لو عملتها كده هتفرط كلها من بعضها، ما تعرفش تطلع منها قميص ولا شراب. ماشي. مهم الشنطة دي للأسف طلعت بتاعت راكبة مصرية مقيمة في أمريكا جاية من الحج. أمريكا والحج. هتقعد لها كام يوم في مصر وغير. وطبعا أنا ما شفت الشنطة كده. متبهدلة. هنعمل لها محضر فهم ونصرف لها تعويض مؤقت ونعتبر الشنطة ما جاتش. فزميلنا في الأمن لا زي الشنطة تبقى موجودة ونعمل محضر فقط وأقول إنها ما جاتش. لا يا حبيبي الشنطة لا تصلح دي، مش هتترمي في الزبالة بس. قال لك لا. طيب الزميل بتاع المفقودات قال لك طب أنا بس يعني إزاي أعمل محضر والشنطة موجودة دي، ده مش يا ابني. المهم الراجل بتاع المفقودات عمل المحضر على مسؤوليتي وهنصرف
لكن بتاع الامن اصر ان ايه اوكي حيالي. فجاءت الشنطه طبعا بعد الناس ما خدت شنطها والدنيا فضيت، الراكبه فرجت علينا المطار كله اللي شافت المصيبه شافت طبعا، وما خدتش منها شراب. كانت كلها متبهدله والايتيمز منتهيه ماشي. يعني ما كانش في داعي ابدا انها تشوف الماساه دي. ما خدتش منها شراب وسابتها، واديناها التعويض المؤقت وعملنا لها محضر وحاولنا نطيب خاطرها، لكن يعني كان موضوع صعب جدا. وبرضو استاذ رئيس مجلس اداره جه بالليل، كان كالعاده وجه قلت له حصل كذا كذا، فشاف الشنطه. شاف الشنطه اتجنن. فقلت له يعني الست زعقت وشتمتنا كويس، شتمته بس دي يعني. وطبعا خد اسم الزميل بتاع الامن يعني اللي اصر على انها تشوف المصيبه دي. اللي اصر انها تشوف المصيبه. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن الاستاذ علي وقتها هل كان الشركه بتقدم مثلا في صاله الوصول في حاله التوتالي دامجد لشنطه ان شنطه بديله؟ الشركة ما بتقدمش الكلام ده وقتها، ما كانش ما كانتش بتكلم ده بيحصل. لكن انت كان ممكن تعمل اي حاجة ماشي، باعتبارها حالة استثنائية. ايوه ماشي. لكن هو انا مش هدي شنطة بديلة بقى وانت جبت لها الشنطة. مظبوط. احنا ما عالجناش الموضوع خالص. لو احنا كنا قلنا الشنطة ما جاتش وحضرتك ادي شنطة بديلة وادي بجامة وفوطة وشبشب وهنعمل التعويض اللازم برضو وكده انما انت ضيعت سمعتنا وتضيع فلوسنا في حاجة واحدة منهم يعني. احنا لما بتدفع لها التعويض انت بتشتري سمعتك. طبعا طبعا. انما هو الراجل اصر ان لازم تستلم شنطتك، واستلمت الكارثه المصيبه. يعني هي لو صورتها وحطيتها في الميديا الناس كلها يعني بالزبط. لا حول ولا قوه الا بالله.